ما ادري وش جاي تدق الهيل تدق القهوه ولا هي وكاله بدون بواب. هذه رسالتي الى محمد بن ناصر في هذا التصرف. انت بحثت عن الحدث، بحثت عن الشو، بحثت عن الاستبعاد الذي لن يحصل في هذه النسخه. نقولها لكم، اي احد يبحث عن هذا الشيء لن يحصل عليه. فكان تركي الدوسري اذكى ورحل محمد ناصر الى البرايم. كيف شفت هذا الحدث يا سالم؟ التقاطها ذكيه منك اصلا يا تركي فعلا، وهذه الجمهور يمكن ما انتبه لها. فعلا محمد بن ناصر يبحث عن الاستبعاد من اول ما دخل تركي الدوسري، انتبه لها فحرمه من غايته ومن مطلبه ورحل برايم. هذا من جهه محمد بن ناصر، لدرجه انه اعترف قال انا ماخذ معي يد نجر. يد نجر يعني حديده ثقيله تعتبر سلاح، وبيدخل عليها. قال ماخذ يد نجر، يلا ترحيل برايم. الرجال جاهز يبي خلاص بياخذ شنطته، قال ترحيل برايم. وهو رحل في المره الاولى، يعني عقوبه وكررها واشنع منها وعطى نفس العقوبه. مالك الا برايم محمد بن ناصر اصلا، كل برايم هو موجود، كل برايم محمد بن ناصر فيه اصلا. البرنامج ودك ان ثلاثه برايمات خلاص يغادر من البرنامج، ما لانها خلاص اصبح حتى وقوفه في ستيج البرايم مو بزين، لا له ولا لنا ولا. هذا بالنسبه لمحمد بن ناصر. بالنسبه لتركي الدوسري، هذه مين فقره دخوليه، هذه فقره ما يطلبه الجمهور. الجمهور تكلم ومنشن تركي اكثر من مره، فجاك ابو سلطان ونفذ طلبات الجمهور بحذافيرها، وهذا ينافي المكان اللي تركي فيه، ينافي العمل اللي يقوم به تركي، ينافي الشيء اللي ملقى على عاتقه انه يسويه. يعني وظيفه تركي الدوسري تنافي الكلام اللي قاعد يسويه. برنامج ما في استبعاد، عبد الله بقمي يجي عنده قال دخلت عليهم، قال ما دخلت، وحنا كلنا شاهدين دخل وطلع محمد العويسي دخل الى هنا. وين الشجاعة؟ ويتفرع على علينا. صحيح، تفرع على محمد بن منصور وجاء العويسي ودخل وطلع. كلم محمد عيسى تركي الدوسري قال تراه داخل، بس الولد ما قال الصدق. شوف كيف احنا مؤدبين، ما قلنا يكذب عشان الجمهور ما يزعل. لانه خلاص ما يطلب الجمهور، ايش تبون بس؟ تبون ايش تبون بس؟ هذا لهم، اي هذا لهم. اما لنا ينسى الجمهور وينسى المتسابقين. إيه الجمهور ما جينا وحنا ما تلقينا الانتقادات. صحيح. ولا تعرضنا للشين ابو جينا الا لان حنا عندنا امانه، ما يهمنا لا جمهور ولا غير جمهور. صحيح. تركي الدوسري اليوم تبين ان تركي الدوسري احد عوامل ظهور النسخه بشكل باهت. النسخه وفر لها كل شيء، لوكيشنات، مقدمين، اداريين. تركي الدوسري يتحمل مسؤولية ظهور مثل هذه الأمور اللي تظهر على الشاشة. نسخة، كل واحد يقلب على الآخر، كل واحد يبيع الآخر، تحزبات، حوسة، العالم بدأت تخاف ما تطلع بالشكل الشين. أنا أقول أبو كاتم، أبو كاتم حضوره الحقيقة مهم في النسخ القادمة إذا كان أبو سلطان بيمشي على رأي الجمهور. رأي الجمهور هو النكبة. الجمهور اليوم يمدحك وبكره يذمك. احنا عارفين، عاطفيين. محمد بن ناصر جاي بيد نجر، قال وش تبي بها؟ قال يد نجر بفضخ روسهم. قال ترحيل برايم. ذكرني بواحد من الجماعه كان واقف عند المخبز، رجال شايب محترم، وفيه واحد من الاولاد في الشارع معه حصى يحذف ويحذفه. يوم يحذفه جاه الرجال قال يا ولدي لكن اكتبيها في البرميل، يعني يا رب اكتبيها، يدور له عذر. قال لا والله ابيها في راسك. قال اخو فلانه تبيها في راسي؟ الحين الرجال يقول وش تبي بهم؟ قال اطق الباب بيد نجر، ابي افضخ روسهم. قال ترحيل برايم. تركي الدوسري اليوم ما احنا بالضلع القصير، مثل ما قال عادل، تقدر توقف مقدم، تقدر توقف حتى قائد السفينه تركي، لكن والله لو تطلع الكراسي فعلا مثل ما قال عادل لها هيبه على المتسابقين ولها مكانه، وبدون تحيز ستبقى، والجمهور على عيننا وعلى روسنا. لكن ايضا ما يسيرنا الجمهور كيف ما يشاء، لان الجمهور في النهايه هو جمهور عاطفي متعاطف مع المتسابق. المتسابق اذا تكلم علي واخطا علي سكت الجمهور، لكن اذا واجهته بالحقيقه، ودائما الحقيقه مره وموجعه، الحقيقه موجعه مره مثل العلاج. العلاج مر، ما في علاج حالي تتلذذ به، هي مره. احنا ما جينا لنعد الحقيقه. اليوم تركي الدوسري يسقط سقطه تاريخيه
المتسابقين أصلاً ساقطين من اليوم العاشر، ونسخة للنسيان، ونسخة كلها بيعات وتحزبات، وكل واحد يكذب على الآخر، وكل واحد يتكلم في الآخر، وكل واحد يقاطع سالفة الآخر. والله يعني عدنا بخير. وهذا الكلام اللي قاله أقول روشن، الروشن يخلو من المتسابقين بجلس سنين، وهذا الشيء اللي بإذن الله راح نصوت عليه. عبدالله القمي، وين جلسة الكوفي شروم؟ وين رفعت الصوت؟ وين الجرأة والصراحة؟ يسألك يقول دخلت عليهم، تقول لا يا رجال دخلت عليهم، لا ما دخلت. طيب يلا براي عادل، شو رأيك في اللي صار من قرارات؟